أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء
كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي
صدق الله العظيم.